لوري جعلناكم مرة تانية ميدل 2 يونت 5 سكند بورد اللي هو تيستون يونت 5 مستر محمد ابراهيم هيد اوف انجلش ديبارتمنت هذا المنتزه برايفت سكول. هنكمل النهارده التيست اللي شايفين هيلبينج يو هيلبينج مي ونشوف مع بعض كده. اول سؤال او احنا ما تطرقناش ليه قبل كده ليسن اند تشوز. هيجي لك مستر في اللجنه يقرا لك نص ليسننج وانت عليك ان انت تحدد الاختيار الصح ايه. انا عايزك ذكي اول ما تستلم ورقه الاسئله تقرا الاختيارات الليسننج بحيث لما يجي المستر بعد 10 دقائق او ربع ساعه تكون انت جاهز بالاجابه ماشي. فتقرا الاسئله وات كايند بيرسون ار ذا رايتر اند هير سيستر طبعا برايت رود اجلي ميسي. وات يو يوجوالي دو بيفور سليبنج كلاب سينج دانس تايل اب هاو ماني تايم دو ذي تيك اوت رابش وانس twice, three times, four times. When do you take out rubbish in baskets, pots, bags, pens? كده. طبعا انا عايزك عشان تنمي حاسه الليسننج عندك تسمع سونجز اغاني مايكل جاكسون سموث كريمنال بيلي جين از نوت ماي لافا بينزل اللايركس كده على الشاشه وتبدا تسمع وتشوف اللايركس. لازم تنمي حاسه الليسننج ودي عايزه فونكس صح ماشي. دي بعد ما نخلص منهجنا ان شاء الله انا ومستر شادي هنديكم بقى ايه زي ايه حصص في الفونكس حصص مثلا هاو تو رايت ا باراجراف هاو تو ليسن ازاي تسمع. فانا دلوقتي اكن انا المستر اللي داخل اللجنه وهقول لك نص الليسننج وركز معايا كده كويس. بقول مثلا هنا ايه ذا رايتر اند سيستر ار بولايت ذي يوجوالي تايد اب بيفور سليبنج They take out rubbish three times. They take out rubbish in pens. طبعا هنا انا قلت النص انت ما عليك انت بتسمعني وتحدد بس خلي بالك انا ممكن في الليسننج ما بقاش بالترتيب يعني ممكن اجيب لك معلومه قبل معلومه وده وارد جدا. والليسننج دايما في امتحان تاني اعدادي بيعمل فوكس على الارقام على النمبرز. ركز معايا كده. طبعا هنا بعد شويه هتشوفوا الاجابات. I tell you one more time, the writer and your sister are polite, they usually tied up before sleeping, they take out rubbish three times, they take out rubbish in pens. يبقى انا كده ارزقكم مره ثانيه، انت ما عليك ان انت تحدد وتكتب الاجابه بس. هنا بيحضر لي بقى حاجه قبل ما ناخد حاجه ثانيه او حاجه جديده. هنا rubbish ليها more than one meaning, rubbish equals garbage equals litter. وراش اللي هي الحاجات اللي هي ايه اللي هي الكمامه يعني رابش وجاربج وليتر وراش كل ده معناه ايه؟ رابش ماشي؟ طب ميسي ميسي يعني فوضوي ماشي؟ هيز ان ميس هو فوضى ده مصطلح امريكان او امريكان ايديوم او سلانج ركز اهو يعني انا بنحاول نطلع من نعمل من التراب ذهب ازاي نطلع من الليسننج كلمات تفيدني رايتا وليس رايتر ايزيستر هي رايتا تيتشر ووتا فازا في البريتش الاصلي الار دي ما بتتنطقش ماشي. يقول لك دانس لا هي دانس يعني عشان تقدر بس في الفوركس كده يعني ليسننج ده مخزن بنجيب منه ماشي. نشوف اللي بعدها كده. هنا ريد ذا فولوينج ليتر هنا طبعا ده زي خطاب كده وبعدين بتجاوب على الاسئله. انا قلت القطعه مرارا وتكرارا بنبدا نحط دواير على مثلا الاسماء مثلثات على الارقام سكويرز ومربعات مثلا على الاماكن وعيني اتسقت على كل الاشخاص عيني اتسقت على كل الارقام عشان تسهل لي عمليه البحث في القطع ونقرا القطع الاول وبعد كده نقرا الباسج ماشي. انا عايزك تعمل سكان انا مش عايز اقرا لك عايز تعمل سكان ها. وطبعا ده خطاب دعوه عبير ده يعني تدعي صاحبتها وتقول لهم I invite you to I invite you to to I invite you to I invite you to come to my birthday party يبقى حفلة عيد ميلادك ونتصفح بقى القطعة. عايزك لمدة دقيقتين كده 2 minutes تقدر تتصفح القطعة. ممكن تحط سيركل على عبير سيركل على هير ماذر سيركل على الفريندز أصدقائها ماشي. تقدر تحط مثلا تراينجل مثلث على 12 year old واوعى تجري ورا ارقام القطعه على طول. الارقام فيها خديعه مش هقول اجيب لك الرقم وتكتبه على طول. تعال شوف وين واز عبير بورن متى ولدت عبير. طبعا كل الطلبه بلا استثناء قالت ايه؟
She's 12 year old. ايه ده؟ يعرف انت بده امتى اتولدت؟ بطرح طبعا ال 12 سنه من 2020 بيديني 2008 2008. يبقى انا عملت عمليه حسابيه ولازم اجاباتك في القطع تصيب الهدف تبقى كلمه ورد غطاء. What does the underlined word they refer to؟ هنشوف زي اهي. They will go. ارجع كده اعمل مرشيه كده لغايه لما اوصل زي برضك. It will be a nice عبير المذر عبير امها. يبقى ده هو زي بتشيل ايه بقى؟ اكتب عبير اند هير مذر. طيب هول عبير اند هير مذر ويل جا شوبينج. ها؟ اكيد هول يعني وسيله مواصلات. ادور على كلمه شوبينج. زي ويل جو تو ذا شوبس. ايوه شوبينج. وليفر من شوبينج يبقى باي باس. حط فول ستوب. تعال نشوف الشوز. عبير اند هير مذر ويل جا شوبينج. نكست وينزداي. طبعا كل طلب الثالثه اعدادي هيجروا على كلمه نكست وينزداي. لا طبعا. ما هي اللي هنا هم دي. يبقى انا لو حاطط ريكتانجلز كده مستطيلات على ايام الاسبوع اللي في القطع هلاقي ان هم دي they will go to the egg they will go shopping. طب عبير mother must have a lot of food because عارفه ان عيال طبعا صحاب بنتها تفسين وعايزين ياكلوا كتير. طبعا they will be hungry. طيب عبير is ايه؟ هي تعمل ايه؟ انا شايف ان هي ايوه عبير has got a book about games. She's reading the book and she will choose some games. يبقى نقول ايه؟ Reading a book about games. دي برضك من ضمن الحاجات اللي اخدناها. وركز وتكون اجابتك وتؤدي القطعة الخارجية اخر سؤال يتحل في الامتحان. ركز اخر سؤال عشان عايز تفكير. والقطعة الخارجية مخزن للباراجراف. مخزن للباراجراف. يبقى انا مستني الدعوة من حبيبي بقى تبعتها لي انا بقى. وتقول لي ايه؟ I invite you to. I invite you to. I invite you to come to my birthday party. انا شايف ان عبيد جايبه كتب العاب اهي هنلعب سوا وجايبه اكل كتير كلنا نروح ناكل معاها بقى. فده بالنسبه للقطعه الخارجيه. شوف اللي بعده. Write a paragraph of about 90 words about helping disabled people. الباراجراف يا جماعه. الباراجراف. انا قلت طبعا بسيب عقلة سوق واكتب الجمل واسيب سطر وانا طبعا عايز 90 كلمه. انا مش انا مثلا ومستر شاد انا اقعد عندي كلمه يعني ده عايزين بقى 3 4 ساعات بنشوف 90 كلمه يعني ايه؟ 9 سطور طاقه السطر 10 كلمات ممكن نكتب 11 سطر في الامان كده او 12 سطر. لابد من استخدام ادوات الربط اللي هي فيرستلي سيكوندلي ثيردلي فورثلي بيسايدز then and isn't and will next فيما بعد after that on one hand من جانب on the other hand من الجانب الاخر. ادوات الربط دي الفتله اللي تربط حبات السبحه. انا شايف ان كل حبه من حبات السبحه هي جمله. لازم ادوات الربط ولازم يبقى زمن الباراجراف واحد ولازم البنكتويشن كل جمله ايه؟ فاكرين الاغنيه اللي احنا غنيناها قبل كده اكبر ايه؟ اول حرف في اول كلمه في اول جمله ايه؟ أول حرف في أول كلمة في أول جملة هو. أول حرف في أول كلمة في أول جملة هي. يبقى لازم أكبر أول حرف في أول جملة. أسامي البلاد، أسامي الأشخاص، المسافات إن شاء الله أجيب مسطرة وأقيس 2 سم من كل كلمة وكلمة. Your handwriting should be sloping to the right. وكلماتك مائلة ناحية اليمين. وبلاش شد. ولازم أراعي السبيلنج وألاقي وممنوع تكرار الكلام. زمان في ابتدائي يقول لك إيه؟ I go to the park. I go my car. اجوز ماي فاميلي كده طبعا ده اوفر. لابد من ان انا انوع الافعال. مره يجو مره يفيزيت مره يموف مره يترافل. تنوع الافعال. وهنشوف دلوقتي الاجابات مع بعض وهنشوف الانسرز دلوقتي مع بعض. الليسننج هو بكتب عنوان عايزك تبقى منظم. ادي عنوان السؤال ادي بورايت تايد اب 3 تايمز بنس والفول ستوب. بس انا فول ستوب وقع مني معرفش او يتكتب هنا في الصباح. ماشي بردك الباسج ان 2008 عبير اند هير ماذر باي باس ويل بي كابيتال اون مانداي ويل او كابيتال ذا جيرلز ويل بي هانجر ويل تي كابيتال ويل فول ستوب. انت كل مره لسه بتقول لنا الكابيتال. ريدينج ا بوك اباوت جيمز. هنا هنعمل خط السير للباراجراف. خط السير هنا ايه؟ علمت دايما ان احنا بنعمل مان هو مثلا الديسيبل دورنا نحوهم ايه؟ دور الحكومه نحوهم ايه؟ التمنيات لهم بالشفاء وكيفيه الاستفاده منهم في المجتمع. لازم تحط لنفسك قطبان وتمشي عليها. اوعى كل ما تفتكر جمله تكتبها. لا انا عايزك تحط لنفسك خط سير وتمشي عليه.
مين هم الديسيبل؟ دول الأحوال الديسيبل، دور الحكومة، التمنيات للديسيبل والشفاء وكيفية الاستفادة منهم في المجتمع. هسيبك تفكر فيه وأقول لكم ثانك يو باي.